بالكلام بقى على المعلومات اللي بيحصل في سيناء، خلينا نروح للشيخ عيسى الخرافين من شيوخ قبائل سيناء، تحديدا شيخ قبيلة الرميلات في سيناء. مساء الخير يا شيخ عيسى. اتفضل أهلا مساء النور يا مرحبا. يا فندم. انا عاوز اسالك بس سؤال، طول الوقت الناس بتبقى عاوزة تسمع من شيوخ قبائل سيناء تجديد عهد في دعم القوات المسلحة في هذه الحرب الدائرة في شمال سيناء. مشايخ سيناء أولا في البداية العزاء الشديد لشهداء الوطن، وأقول لهم كما قال الشاعر: لبسوا ثيابا بيض منشورة الرضا، وأنا لعجلهم لبست سوادي. لا نحيل عن هذا الطريق، هذا الطريق طريق مشايخ سيناء في 67 وفي 73 وما زال إلى يومنا هذا. رجال جنبا إلى جنب مع قواتهم المسلحة، رجال انعرفت جهودهم في أيام العسرة أيام فترة الاحتلال. لقد كانوا يحضرون المعلومات غصبا عن أنف العدو، غصبا عن أنف يحضرونها، وأكملوا جميع المعلومات لما بقوا خلوا العدو كتابا مفتوح أمام قواتهم المسلحة. وفي محاربة الإرهابيين الموجودين حاليا على أرض سيناء، إن مصيرهم كمصير من كان قبلهم، ليس لهم بقاء، إنها مجموعة لا تتجاوز إلا أن أصبت بالجرذان، ليس منه خطورة. إن شعب سيناء سيلتحم مع قواته المسلحة ويدمر جميع الجرذان في جحورها ويبقيهم رمادا، ويحمل هذا الرماد على أكفه وينثره في وجه أعدائه الذين يمولون الإرهاب. ولا أنسى أبدا أن أشير وأقول ذلك الأمير الملعون، ذلك الأمير الخسيس، الأمير تميم الذي يتطاول على من علموها القراءة والكتابة. أنس وهو أبائه تلك الخطوات عندما كان جمال عبد الناصر يبعث لهم المدرسين ويعلمهم القراءة والكتابة، فنسيوا تلك المواقف من مصر التي علمتهم الكثير. لا يحق. وأنني أقول لذلك الخسيس إن كل أعمالك لا تنطبق على أعمال القبائل البدوية أبدا. تمام، وصلت الرسالة يا شيخ عيسى. أنا بشكر جدا الشيخ عيسى الخرافين شيخ قبيلة رميلات في سيناء. إذا هو تجديد عهد من شيوخ قبائل سيناء في دعم القوات المسلحة في حربها مع الإرهاب على عكس ما تتوقع.